شهد برمدة إلى القضاء. مجهولون حاولوا انتحال شخصيتها وهي تفقد أعصابها. تفاصيل صادمة إلى العلن. كشفت الفنانة السورية شهد برمدة إن إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل هويتها مستغلة اسمها وشهرتها من أجل التسويق لمنتجات تجميلية. وكتبت شهد برمدة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي في صفحة: أخذوا فيديو من عندي وعم بتبيع منتجات مقلدة باسمي، لو سمحتوا انتبهوا أنا مالي أي علاقة فيهن. كما هددت القيمين على الصفحة باللجوء للقضاء، إذ قالت: أي بوست تاني بينزل باسمي رح ارفع دعوى عليكم واخرب لكم بيتكم وشغلكم. وفي سياق مختلف، كانت شهد برمدة احتفلت بزفافها بعد مرور ما يقارب 3 أشهر على عقد قرانها على مواطنها لاعب كرة القدم في منتخب سوريا أحمد الصالح، إذ حرصت على نشر مجموعة من الصور ومقاطع فيديو من التجهيزات والتحضيرات التي سبقت حفل زفافها الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى في سوريا وبحضور عدد كبير من أصدقائهما وأقاربهما. وأطلت شهد بفستانين بتصميمين مختلفين، فخطفت الأنظار بفستان زفافها الأول وجاء بتصميم أنيق وبتطريزات ناعمة مع طرحة طويلة، واعتمدت تسريحة شعر منسدل ومجوهرات أنيقة. وقد أحيا حفل الزفاف الفنان السوري نصيف زيتون الذي قدم أغنياته الرومانسية ليرقص عليها الثنائي رقصتهما الأولى، كما قدم أغاني صاخبة وسط تفاعل كبير من المعازيم. كما حرصت شهد برمدة على الغناء في حفل زفافها، مما لاقى تشجيعاً كبيراً من قبل المدعوين والحضور. هذا وكانت شهد برمدة قد أعلنت خطوبتها من أحمد الصالح في تشرين الثاني 2021، حيث تلقت التهاني من زملائها وأصدقائها بعد أن نشرت صورة تجمعها بخطيبها على إنستغرام وعلقت عليها بالقول: قديش منمر بحياتنا بمحطات حلوة ومنتمنى يوقف فينا الزمن عندها، بس فجأة نمشي بإرادتنا وغصب عنا لأنه بتطلع هالمحطة مو إلنا ومو مكاننا، ومنضل هيك لوقت ما نكتشف إنه رب العالمين كان عم يحضرنا للمكان والشخص يلي بيليقوا فينا وبروحنا وقلبنا. وتابعت: طلعت مخلوقة من ضلع أمير وبطل وسند ورجال بكل المعاني، قوة وحنية وعطاء ما له حدود بكل شي. ضليت تحبني 4 سنين بدون ما أعرفك وبدون ما التقي فيك أو ألمحك حتى، واليوم تشرفت أنه نربط اسمي باسمك. بحبك كتير كابتن.